حجزت المحكمة الابتدائية بسليمان اليوم الملف المتعلق بالمواطنة السليمانية بهية بينوي للتأمل جلسة يوم الاثنين المقبل. الملف اليوم عرف بالنسبة لنا احنا واحد المنعرج اللي جد هام لينا بواحد الوثائق اللي كتفند الأطروحة ديال هاد المشتكي اللي تبناتها النيابة العامة. هاد المشتكي كيدعي أن هاد السيدة كتقيم حفلات وأعراس وعقائق بدون الإشارة بدون التشاور معاه، وكتاخد هاد العائدات ديال هاد العقائق وهاد الأعراس لمصلحتها الشخصية منذ سنة 2015 إلى غاية أواخر سنة 2020. والمشتكية والمشتكى بها المؤازرة من يستمعوا لها الضابطة القضائية كتقول اللهم إن هذا منكر، أنا هاد الحفلات بالفعل كنت كنقيمهم ولكن لمصلحة هاد الشركة، وأن واحد الممثلين واحد الأجيرين هما اللي كانوا كيراقبوني في العمل ديالي وهما اللي كنت كنخبرهم بهاد الحفلات وهاد الأعراس. الضابطة القضائية كتستمع لهاد الأجيرين وكينكروا هاد الأجيرين أن المؤازرة ديالي بهي بينوي كانت كتعلمهم بهاد الأمور ولا كتعطيهم العائدات ديالها، ومني كنجيو للمحكمة كيصرعوا على التصريحات ديالهم وكينكروا هاد المسائل وكيقولوا ما عندناش علم بها. ومني كنسولوهم حنا كدفاع البريد الإلكتروني ديالهم كيعطيونا البريد الإلكتروني ديالهم، ومني كنمشيو كنشوفوا هاد البريد الإلكتروني ديالهم كنلقاو مراسلات متعددة بالعشرات ما بينهم وبين المؤازرة بهية بينوي كتخبرهم بإقامة هاد الحفلات وبهاد الأعراس وكتعطيهم المصاريف ديال النقاشات وديال ديال 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 الدي جي وديال ديال جميع الامور اللي كتطلبها الاقامه ديال هاد الاعراس. اعتقد على ان الصوره وضحات المحكمه اليوم الموقره انها ملي غدرس هاد الوثائق وغتشوف هاد الشهاده اللي حنا اكيدين انها شهود زور هما اللي اداو لاعتقال هاد السيده ظلما وعدوانا، شهود زور بتحريض من هاد من هاد من هاد المشتكي. اليوم الملف تحسم من بان سوء النيه ديال هاد المشتكي وسوء النيه ديال هاد المصرحين ولا هاد الشهود. اعتقد ان شاء الله ان المحكمه ديال بن سليمان اثناء التامل ديالها غتاخذ بعين الاعتبار جميع هاد الامور وغتصرح بالبراءه ديال بهيه بينوي وترجع الامور للنصاب ديالها ان شاء الله. المرافعه ديال المطالب بالحق المدني والنيابه العامه وديال الدفاع حجزت المحكمه القضيه للتامل لجلسه 12 من هذا الشهر يوم الاثنين المقبل ان شاء الله. كنتمنوا باذن الله باش المحكمه تاخذ بالامور اللي بسطناها امامها فريق الدفاع ديال بهيه، واللي ركزنا على التناقضات الوارده في تصريحات الشهود مع تصريحاتهم بمحضر الضابطه القضائيه، في انعدام الادله والحجج اللي كتنهض في قيام المتابعه ديال خيانه الامانه، وبينا بان الخلفيه اساسا هي ديال نزاعات الشغل، وانه هذا المشكل كان يتسوى وديا، وان هذه القضيه هذه الان اللي هي اصبحت قضيه راي عام محلي في مدينه بن سليمان وتعاطف ديال العديد من الفعاليات والساكنه هو نتيجه ان لا المشتكي ولا المشتكيه كلهم معروفين في هذه المدينه هذه. فاذا تتبع الاعلام والفاعلين الحقوقيين او الجمعويين او السكان ديالها او العائله ديالها او الزملاء ديالها في العمل هو نتيجه التضامن، وهذا امر طبيعي معروف على المغاربه. كنتمنوا ان احنا عندنا ثقه في المحكمه، عندنا ثقه في القضاء، كنتمنوا ان الامور ترجع الى نصابها.